من ميثود باجاني أول صفحة 33 تمرير رقم 3. رح ناخذ السطر الأول ونفس الشيء معتمد على تقسيم الأوس، إنه مثلا البلانش بأوس كامل، النوارين مربوطين بأوس كامل، النوارين مفتوحين كل واحد بنص أوس. يمكن يصادفنا في قبل آخر مزورة يعني حركة إنه بدل ما أعمل النص الأوس في النوارين المفكوكين يمكن أطول الأوس شوي لحتى ألحق أنزل من أول الأوس كامل في آخر مزورة اللي هي اللات طويلة. ثاني شيء لما هنعمل السطر اللي تحت، لما هنعمل التمرين أصعب من السطر اللي فوق، لأنه هذا المفروض المدرس بعزفه. رغم ذلك أنا راح أعطيكم إياه ضمن هذا الدرس. يا ريت نبتدي الدرس بعد مزورتين تيمبو، يعني 1 2 3 4 على 73 2 3 4. التمرين اللي تحت هلا هناخده، بس انتم لاحظتوا انا قلت لكم انه في شيء ممكن يكون باخر مزورتين ما في شيء، طبيعي الاوس تمام مثل ما عم نعمل، انه النوار الطويل بنص اوس والنوارين المربوطين باوس. اوكي، هلا هناخد الدرس اللي بعده ننتبه لقلبة الاوس من وتر الى وتر. 1 2 3 4 1 2 3 4. شكراً.